أدعو السيد مقرر الجلسة لقراءة ملخص سيرته العلمية. نعم، مع نحتاج إلى مترجم أكيد. تفضل سماحة. نعم، حقيقة فضيلة المترجم هو الشيخ محسن شاهودي، فليتفضل أيضا. مشكورا. تمام، يعني ستكون الترجمة فقط للمناقشة، المقال سيطرح باللغة العربية إن شاء الله. يتفضل السيد المقرر لإلقاء سيرة حياة سماحة آية الله الحاج محسن الفقيه. سماحة آية الله الحاج محسن الفقيهي من تولد عام 1952، ومحل التدريس والعمل الحالي في قم المقدسة، مدرسة آية الله العظمى الكلبايكاني قدس سره، أستاذ البحث الخارج فيها، ولديه الكثير من النشاطات العلمية المتمثلة بمؤلفات، منها منهاج جامع الأصول والشافي في الفقه وغيرها من المؤلفات الأخرى التي تزخر فيها مسيرة سماحة آية الله الشيخ محسن الفقيه. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعزائي الكرام، ساداتي الأعاظم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم لكم بالتهنئة والتبريكات، فكل عام وأنتم بخير. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. إن لموضوع الإمامة مكانة سامية في الفكر الإسلامي وطريق تربية المجتمع. لقد جاءت هذه المسألة في نفس الوقت الذي حدثت فيه مسألة الرسالة والنبوة. لقد ركز النبي الخاتم صلى الله عليه وآله منذ بداية البعثة ونبوته اهتماما كبيرا على مسألة الإمامة، وكذلك القرآن الكريم ملء بالآيات التي تشير خفيا أو جليا إلى هذه المسألة الرئيسية. وللأسف الشديد، مع كل توصيات القرآن الكريم والنبي الكريم صلى الله عليه وآله بشأن الحفاظ على منصب الإمامة، لم يسمح أهل الدنيا للأئمة عليهم السلام بالحكومة لهم، ولقد تغمسوها وكانوا يعلمون أن محل أمير المؤمنين عليه السلام منها محل القطب من الرحى. ومع ذلك فإن جميع الأئمة المعصومين عليهم السلام الذين تم تعيينهم بأمر الله تعالى لم يسكنوا آنا واحدا خلال حياتهم المباركة عن تبيين هذه المسألة، خاصة بالرجوع إلى آيات القرآن الحكيم، لأن تربية الفرد والأمة
فسلوكهم نحو السعادة لا تمكن إلا بالإمامة وما يتعلق بها من تشكيل الحكومة وإجراء الأحكام الدينية. وكان لتبيين مسألة الإمامة نقطة مشرقة في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، لأن هارون قد انحرف تماما عن نظام الإمامة الإسلامية، والقضاء على هذا الانحراف الواسع يتطلب تفسيرا وتبيينا جوهريا من الوحي المبين. إن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في تلية حياته الشريفة والمشرقة قد بيّن هذه المسألة بوجه تام وكامل في مختلف الأحوال، مستشهدا بالآيات الكريمة من القرآن الكريم، وتمكن من إبداء وإظهار انحراف الخلفاء القاسبين عن طريق الإمامة. أعزائي الكرام، نحن في هذه الفرصة سنسلط الضوء على بعض أخبار الإمام الكاظم عليه السلام في تبيين مسألة الإمامة من منظار الوحي الإلهي، ونبين العلاقة الوثيقة بين القرآن والإمامة، وهو مضمون الحديث النبوي: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. نماذج من الروايات. إن الروايات التي وصلتنا عن الإمام الكاظم عليه السلام في تفسير آيات الإمامة تشير مرة إلى مكانة الإمامة كاستمرار للرسالة وصفات الإمام ودوره الكبير في حياة الإنسان وتربية الفرد والمجتمع، وأنها أمانة إلهية. ومن جهة أخرى تكشف النقاب عن ظلم الحكام القاسبين. الجهة الأولى مكانة الإمامة. يعرف القرآن النبي المكرم صلى الله عليه وآله بأنه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الأخرى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ووردت في تفسير هذه الآية أن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام في تفسير العياشي في قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، قال: الفضل رسول الله عليه وآله السلام، ورحمته أمير المؤمنين عليه السلام. إن الإمامة هي أمانة إلهية أعطاها الله تعالى لعباده المخلصين. قال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في تفسيره للآية 58 من سورة النساء عن عمران بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام في هذه الآية، قال: هم الأئمة من آل محمد. يعد الإمامة الإمام إلى الإمام من بعده، لا يخص بها أحدا غيره ولا يرويها عنه. وكذلك الرواية الأخرى أن يونس بن عبد الرحمن
قال سألت موسى بن جعفر عليهم السلام أن قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال هذه مخاطبة لنا خاصة أمر الله تبارك وتعالى، كل إمام منا أن يؤدي إلى الإمام الذي بعده ويوصي إليه، ثم هي جارية في سائر الأمانات. ونشير هاتان الروايتان إلى أن الجعل الإلهي يلعب دورا أساسيا ومهما في مشروعية الإمامة، والإمام الكاظم عليه السلام في تفسيره لهذه الآية اعتبر إلى أهلها صريحة في معنى الإمامة. الجهة الثانية دور الإمامة في المجتمع. يتناول الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام في العديد من الروايات الدور الملموس للإمام في المجتمع، ويفسر ويشرح المكانة الرفيعة للإمامة في المجتمع. لقد ذكرنا في البداية أن الإمامة بدأت توأمان مع الرسالة من حيث الزمان، وهذه القضية تظهر بوضوح الارتباط الوثيق بين هاتين القضيتين المهمتين. وإذا لم تستمر الرسالة في شكل الولاية فإنها تتغير وتبقى غير فعالة، ومن جانب آخر تحاول جبهة العدو تدمير هذه الحقيقة. فبالنظر إلى أساليب ومواقف المنافقين في هذا المجال يتم الحصول على نقاط مهمة، منها ابتداء سورة المنافقون التي نتعرف عليها في تفسير الإمام الكاظم عليه السلام كما جاء عن أبي الحسن المازي عليه السلام، قال إذا جاءك المنافقون بولاية وصيك قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين بولاية علي لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، والسبيل هو الوسي، إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا برسالاتك ثم كفروا بولاية وصيك، فتبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. قلت ما معنى لا يفقهون؟ قال يقول لا يعقلون بنبوتك. قلت وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، قال وإذا قيل لهم ارجعوا إلى ولاية علي يستغفر لكم النبي من ذنوبكم لولوا رؤوسهم. قال الله ورأيتهم يصدون عن ولاية علي وهم مستكبرون عليه. وهذه الآية بتفسير الإمام الكاظم عليه السلام من جهة تبين مؤامرة المنافقين في قبول الرسالة لغرض حدم الولاية، ومن جهة أخرى تكشف عن وجوه المنافقين المتلونة والمذبذبة، وتؤكد على أن الرسالة لا تتم إلا مع الولاية. ومن جانب آخر من البحث نقول إن الإسلام هو دين الوحدة، والقرآن لا يقبل الفرقة،
وينصح دائما بالوحدة والرفقة، وشعاره باعتبار القانون الأساسي للإنسانية هو هذه الآية الكريمة التي تقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وما هو حبل الله تعالى الذي أمر الله عز وجل البشرية الجمعاء بالاجتماع حول محوره واجتناب الفرقة والشقاق؟ هل الإسلام أو القرآن أو شيء آخر؟ ينبغي أن تذهب إلى أهل البيت وهم أدرع بما في البيت، إنهم سيقولون إن المثل الأعلى لحبل الله هو الأئمة المعصومين عليهم السلام، وفي رأسهم علي بن أبي طالب عليهم السلام. اسمعوا إلى ما روي عن الإمام الكاظم عليه السلام في تفسير هذه الآية الشريفة عن ابن يزيد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال علي بن أبي طالب عليه السلام: حبل الله المتين. ومن الواضح أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وأبناءه الكرام الطاهرين في موقع الإمامة بمثابة محور قوي يجمع شرائح المجتمع المتفرقة ويشكل أمة واحدة. وهذا كان بحثا إجماليا حول تبيين مسألة الإمامة في كلمات الإمام الكاظم عليه السلام استنادا إلى القرآن الكريم، وتفصيل البحث في مقالتنا حول هذا البحث. وفي الأخير نشكر المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد السيستاني سلمه الله تعالى، والأفاضل والأعز في العتبة العباسية المقدسة لتشكيل هذا المؤتمر العظيم، سيما سماحة آية الله السيد أحمد الصافي دامت بركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم كثيرا، وشكرا جزيلا لكم سماحة آية الله الحاج محسن الفقيهي على الالتزام بالوقت وعلى هذا الملخص. والآن نفتح باب المناقشة بالمدة المقررة كما قلناها سابقا. تفضلوا سماحة الشيخ. سماحة الشيخ محسن جاهز الترجمة إن شاء الله. مايكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موفور للباحث الموقر على هذا البحث، ولكن إكمالا لا أريد الاعتراض، وإنما من أجل تكميل هذا البحث بالنسبة إلى التفسير الروائي، يعتبر من المساحات المهمة التي تحتاج إلى كثير من التحقيق وإلى كثير من التحليل وإلى كثير من التبيين. تطبيق الآيات على الأئمة سلام الله عليهم أجمعين بحاجة إلى تقريبات بهذا الشكل، هذا يثير تساؤلات كثيرة. إنزال هذه المعاني على مصاديق خاصة في أئمتنا بمجموعهم أو على بعض الأئمة خصوصاً، هذا بحاجة إلى تحليل علمي وبحاجة إلى تبيين وتقريب. على أي حال، هذه نقطة بحاجة إلى أن تسلط عليها الأضواء أكثر حتى نثبت عقائدنا تثبيتاً
صحيحا منطقيا علميا وحتى نقدم إقناعا للآخر وشكرا كلامكم صحيح الحمد لله إن شاء الله نقدم لكم كتابا جامعا في تفصيل هذه المباحث إن شاء الله المداخلة الأخرى سماحة السيد سامي البدري في موضوع إمامة أهل البيت عليهم السلام الإمام الصادق سلام الله عليه رفع شعار من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن تارة نريد أن نوضح إمامة أهل البيت عليهم السلام للشيعة من القرآن وأخرى نريد أن نوضحها لمليار مسلم اليوم لا يعرف إمامة أهل البيت عليهم السلام الذي يناسب القضية الثانية هو القرآن الكريم وحبذا لو تناقش في جلسة خاصة من الباحثين إمكانية أن تكون سورة الفاتحة هي المدخل الأساس للبرهنة على إمامة أهل البيت سلام الله عليه أنا هذا أطرحه لسماحة الباحث إن شاء الله ومن الممكن وعندي تجارب فيه كثيرة من الممكن أن نجلس ونتفق على طريقة يعني تؤثر في مليار مسلم اليوم والحمد لله رب العالمين أحسنتم شكرا شكرا أحسنت. مداخلة أخرى تعقيب إلى لسماحة الشيخ لديكم تعقيب؟ إن شاء الله نقدم لكم إن شاء الله شكرا جزيلا وأود أن أنوه أن هناك مجموعة من الملخصات أمام أنظاركم الكريمة وما تلقى من البحوث هي بحوث منتخبة ولا بد من الإشارة أيضا إلى السيد المقرر الجلسة والأخوان في اللجنة التحضيرية أن سماحة الشيخ طرح إشارات ونتمنى إن شاء الله في العام المقبل أن تكون هناك محاور خاصة لتلامذة أو الرواة عن الإمام موسى بن جعفر كالحسن بن محبوب الزراد ويونس بن عبد الرحمن الذي ذكرهما سماحة الشيخ شكرا جزيلا لسماحة الشيخ شكرا